بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة الكابتن عمرو الحلواني نجم النادي الأهلي السابق هيكون موجود معنا كضيف في البيت الكبير. أما الفقرة الثانية دكتور أحمد ثابت والأستاذ صبري سراج، وحوار مهم جدا في كل ما يخص النادي الأهلي قبل ساعات قليلة جدا من مواجهة النادي الإسماعيلي. زي ما حضراتكم عارفين بكرة إن شاء الله مواجهة النادي الأهلي أمام النادي الإسماعيلي في تمام الساعة 7 على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية. هذه المباراة ضمن مباريات الجولة 20 لبطولة الدوري الممتاز. مواجهة مهمة جدا للنادي الأهلي، لا تقبل القسمة على 2، لابد فيها من تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط من أجل الاقتراب نحو صدارة المسابقة. زي ما حضراتكم عارفين ان صدارة الدوري حتى الان لنادي بيراميدز 35 نقطة، الاهلي في المركز ال 11 برصيد 21 نقطة، ولكن لا يزال متبقي له 5 مباريات فارق ما بينه وما بين بيراميدز. لو ان شاء الله ربنا كرمنا وقدرت تكسب ال5 مباريات، لو زودت ال 15 نقطة على ال 21 نقطة اللي موجودين عندك، إذا أعتقد إن احنا هنبقى هتبقى 36 نقطة، وبالتالي تتصدر مسابقة الدوري العام. النهاردة اختتم الفريق تدريباته الجادة، ثم سافر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق لحين موعد المباراة. كولر كان حريص إن هو يذاكر فريق الإسماعيلي الحقيقة كالعادة، وإنه يحط إيده على نقاط القوة والضعف في النادي الإسماعيلي عشان يقدر يستقر على التشكيل الأنسب من وجهة نظره وكمان طريقة اللعب. إن شاء الله الفترة اللي جاية الفريق عنده مواجهات كتيرة جدا وقوية جدا وكلها ورا بعض. يعني أنت حضرتك كل 2 3 أيام زي ما كنت بسمع خلال الأيام السابقة جمهور النادي الأهلي على السوشيال ميديا كان يقولك الأهلي وحشنا لأنه كنا بنلعب على خلال 7 8 أيام. دلوقتي حضرتك هتلعب كل 2 3 مباراة، يومين والتلات مباراة، يعني عبل ما تنام وتصحى هتلاقي الأهلي قدامك، هتتفرج على النادي الأهلي، هتتفرج على حب عمرك، حب عمرنا كله هو النادي الأهلي. النادي الأهلي هو الكل بينتظر ماذا سيفعل النادي الأهلي. خلي بالك الحالة المزاجية لكل مشجعي النادي الأهلي بتبقى حلوة لما ربنا بيبقى كارم الفرقة وبتكسب. وأنا لما بقعد حتى مع معظم نجوم فريق كرة القدم، أنا أو غيري من الجيل القديم، ما بنتكلمش غير على إن أنتوا بتمثلوا، أنتوا 11 لعيب ولكن بتمثلوا 80 90 مليون أهلاوي، ال 80 90 مليون أهلاوي مزاجهم مرتبط بحضرتك، مرتبط بالباص الحلو أو الثرو باص اللي أنت بتعمله، مرتبط بالجون اللي أنت بتجيبه، مرتبط بطريقة فرحك، بطريقة حتى خبطتك، مرتبط بيك في كل ما تفعله أثناء المباراة. وهو ده الأجيال اللي موجودة في النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن، هي تعتبر مثل أعلى لكل الشباب اللي بيتفرج عليهم في التلفزيون. فخلي بالك من أي حركة أنت بتعملها، خلي بالك من أي انفعال أنت بتعمله، خلي بالك من أي كورة أنت بتشوطها، لأنه الولاد الصغيرين شايفين وقاعدين بيتفرجوا عليك. دايما حط في دماغك أنه 70-80% من الجمهور الأهلاوي شباب، وكلهم نفسهم أو كلهم أنت بالنسبة لهم أي من نجوم الفريق، أي واحد من أول أصغر واحد لغاية أكبر واحد، كلكم بالنسبة لهم أمثلة. بيشوفك اللي بيلعب كرة، بيشوفك عايز بتلعب إزاي، يشوف قفشة بيلعب إزاي، يشوف محمد عبد المنعم بيلعب إزاي، يشوف السولية بيلعب إزاي، يشوف الشحات بيتنرفز ازاي، يشوف السولية بيباصي الكرة ازاي. فعشان كده خلي بالكم من كلامكم، خلي بالكم من طريقتكم، خلي بالكم من حتى نرفزتك المشروعة بالمناسبة اللي بنشوفها في كتير من الملاعب، ولكنها لعيب الكرة هيفضل طول عمره لعيب كرة. مفيش لعيب كرة في الدنيا بيحب يتغير، مفيش لعيب كرة في الدنيا بيحب يقعد احتياطي لحد، مفيش لعيب كرة في الدنيا والكلام ده انا مسؤول، يعني ياما شفناه وانا بكلم حضراتكم عن تجربة، ان مفيش لعيب كرة في العالم يكون عنده دم كده من جواه وما يبقاش زعلان ان هو قاعد احتياطي، او ما يبقاش زعلان ان هو طالع من المباراة وهو وحش اثناء المباراة، لانه
انا وانا بلعب ببقى عارف اذا كنت انا وحش ولا كويس في المباراه. انا ببقى عارف، انا كنت كده، انا وزمايلي كلهم كنا بنبقى عارفين. اجي اتكلم مع ابو تريكه اقول له، يقول لي يا عم انا شايف، انا مش شايف قدامي. فهو طالع بيبقى طالع متنرفز جدا انه كان وحش في الماتش، فبيبقى طالع متنرفز. ولكن اي حد من الاسماء الكبيره اللي موجوده كانت دايما بتبقى واخده بالها ان في حواليا وورايا ناس كتيره جدا جدا بتعتبرني مثل اعلى ليهم. فخد بالك لكل نجوم النادي الاهلي، انا بتكلم هنا بشكل عام، خدوا بالكم من تصرفاتكم المشروعه بالمناسبه، خدوا بالكم من كل حاجه انتوا بتعملوها، خد بالك من لبسك، خد بالك من اكلك، خد بالك من شربك، خد بالك من اي حاجه انت بتعملها، لانه هناك من يرى وهناك من يعتبرك مثله الاعلى، وبالتالي الحركات اللي انت بتعملها كلها بتبقى بالنسبه له، شوف فلان الفلاني ده، كابتن فلان الفلاني ده بيعمل الكره ازاي، شوف بيتنرفز ازاي. حتى في نرفزته هو راقي وهادي. هتقولي في نرفزه هاديه؟ هقول لك اه في. عشان كده انا دايما اقول لحضراتكم ايه، ما تبقوش قاسيين على لعيبه النادي الاهلي. الجمهور لعيبه النادي الاهلي الله يكون في عونهم، من مباراه لمباراه ومن بطوله لبطوله ومن سفر لسفر ومن بلد لبلد، وحتى هنا من اسكندريه لاسماعيليه للقاهره لاسكندريه تاني لهنا لهنا لهنا. وبعدين هيخلصوا كل اللي هم فيه ده، وتاني يوم مش هياخد اجازه، مش هيعرف يقعد مع عياله ومراته، هيروح المنتخب وهيبقى مطالب ان هو يبقى كويس في المنتخب. علشان المنتخب بدون لعيبه النادي الاهلي، بدون كل اللاعبين، ولكن بدون لعيبه النادي الاهلي عنده مشكله. فمضطر ان هو يخش تاني في مود جديد، مود المنتخب، وبعدين يخلص ماتش المنتخب وضغطه المنتخب، يرجع تاني للنادي الاهلي ويخش على نهائي افريقيا وقبل ونهائي افريقيا تاني، وما يحدث من فرح قوي جدا لو ربنا كرمنا وكسبنا هذه البطوله، ولا قدر الله لو حصل اي حاجه. وبالتالي خلي بالكم من اللعيبه، خلي بالكم من لعيبتكم، اقفوا معاهم. لو غلطوا نقول لهم انتوا غلطتوا بس بالراحه. صدقوني كل هؤلاء اللاعبين مش عايزين حاجه غير سعاده جمهور النادي الاهلي، وانا بقول الكلام ده النهارده تحديدا عشان الناس دي كلها، لعيبه النادي الاهلي كلها، انا اتكلمت معاهم كتير قوي الفتره اللي فاتت، ما عندهمش غير حاجه واحده بس، سعاده جمهور النادي الاهلي. ان حضرتك تبقى مبسوط، ان حضرتك تبقى سعيد. والله بجد. فعشان كده بقول لك ما تبقوش قاسيين عليهم. الله يكون في عون اللعيب اللي طالع وهو عارف ان هو وحش، بيبقى طالع متنرفز وبيعمل وبتاع، بتوقع عليه العقوبه وبيكمل، ما عندناش مشكله، هذه هي سنه الحياه، هذه هي كره القدم بالمناسبه. فمش عايزين حضراتكم تبقوا قاسيين على اللاعبين، خصوصا هذه الفتره. الفتره دي احنا محتاجين كلنا نساند وندعم بعض، الوحش نقول له انت وحش، ولكن نسانده وندعمه، بعد ما نقول له انت وحش هنساندك وندعمك على طول. هي الفترة دي ال 18 20 25 يوم اللي جايين هيبقوا كده، احنا عندنا من يوم واحد ليوم 25 قلب السنة، السنة كلها هتبقى في ايدينا. حصاد السنة في كرة القدم هيبقى في هذا في هذا الشهر. فعايزين نبقى ماسكين كل حاجة احنا كجمهور، أنا هنا بتكلم واحد من حضراتكم، لهؤلاء اللاعبين اللي يستحقوا كل التحية وكل التقدير من كل واحد فينا. لانه هذا الجيل من اللاعبين عمل اللي عليه ولسه هيعمل وربنا لو كرمنا ان شاء الله يوم 25 وفرحنا وخدنا هذه البطوله 25 مايو. لا، هذا الجيل من اللاعبين هيكون عمل حاجه كبيره جدا 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 بفضل جمهور محترم، جمهور يعلم متى يساند، جمهور يعلم متى يدعم، جمهور يعلم متى ينتقد. عشان كده ال 20 25 يوم دول هتلاقي من هنا لهنا ومن ماتش لماتش ومن بطوله لبطوله ومن مباراه لمباراه كلنا ورا هذا الفريق، كلنا ورا رجالتنا، كلنا هنفضل واقفين وراهم كجمهور النادي الاهلي. انا بس حبيت ابدا بهذه المقدمه لانه صدقوني الفتره اللي جايه صعبه جدا، ومش عايزين حد يهزنا، مش عايزين غير حاجه واحده بس، ازاي نقدر نكسب الثلاث اربع مباريات اللي قبل نهائي افريقيا، ان شاء الله ربنا يكرمنا بالنهائي الافريقي، ويستطيع النادي الاهلي او يستطيع هذا الجيل من نجوم النادي الاهلي ان هم يفوزوا
بهذه البطولة. خلينا نطلع نشوف تقرير عن استعدادات النادي الأهلي لمواجهة النادي الإسماعيلي ونرجع نستكمل باقي فقراتنا. استعدادا لرحلة الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، يقص المارد الأحمر شريط عودته للمسابقة من بوابة مباراة تعد واحدة من كلاسيكيات الدوري المصري. اختتم المارد الأحمر تحضيراته لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة على استاد برج العرب. الجهاز الفني عمل على هامش التدريبات متابعة مباريات الإسماعيلي بالدوري من أجل دراسة الفريق الأصفر ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل وضع الخطة المناسبة لاستعادة الانتصارات في مسابقة الدوري حامل لقبه، كما اجتمع مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد قابلة للاطمئنان على موقف اللاعبين المصابين ومن سيكون جاهزا منهم للمواجهة المقبلة. المدرب مارسيل كولر شدد على لاعبي صب التركيز على المواجهة المقبلة من خلال التحضير الجيد ونقل الكرة في حالة الدفاع والهجوم وتحديد أهم الأوراق الرابحة في صفوف المنافس ووضع الخطة المناسبة للحد من خطورته. خاض اللاعبون تدريباتهم من خلال الجري بإجراء عمليات الإحماء ثم خوض فقرة بدنية أعقبها تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة، فيما أدى رباعي حراس المرمى تدريبات فنية وبدنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. اختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية المحددة. إن شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة بكرة، لأن الفوز مهم جدا 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 وأسباب كتيرة جدا، أهمها حالة النشوة والانتصار اللي احنا ماشيين بيها خصوصا بعد الفوز على مازيمبي. أعتقد إن دي ليها مدلول لما هو قادم. عشان كده بكرة كل اللاعبين لازم يبقوا أو يستغلوا هذه النشوة، نشوة الفوز، نشوة الفوز على مازيمبي والتأهل إلى الدور النهائي. أنا عارف إن كل اللاعبين عايزين يلعبوا، كل الناس عايزة تلعب، كل الناس عايزة تشارك في حصد الثلاثة نقاط في مباراة زي مباراة الإسماعيلي، خصوصا عندما تتكلم عن هذا النادي الكبير والعريق النادي الإسماعيلي يجب أن تتكلم بمنتهى الاحترام مهما كانت النتائج ومهما كانت نتائج النادي الإسماعيلي ومهما كانت ظروف النادي الإسماعيلي. صدقوني مباريات الأهلي والإسماعيلي حاجة من زمن ريحتها حلوة، مباراة ديربي حلو، مباراة وانت قاعد بتتفرج بتشوف قيمة النادي الأهلي وقيمة النادي الإسماعيلي. صدقني بتكون دايما مثل هذه المباريات فيها قوة وندية كبيرة جدا وإثارة، ويعني دايما نقول كده لو النادي الإسماعيلي بيلعب، يعني مش عارف أقولها إزاي، ولكن دايما النادي الإسماعيلي ده نادي كبير يا جماعة، نادي محترم، نادي عنده جماهير عريقة ومحترمة، وفي نفس الوقت يعني أنت بتلعب بطل أفريقي، بتلعب الأفضل في أفريقي، بتلعب النادي الإسماعيلي بيلعب الأحسن في أفريقيا اللي هو النادي الأهلي. وبالتالي دايما انا حتى اقولها على سبيل الهزار، يعني احنا حتى انا نفسي لما كنت بلعب ضد النادي الاهلي في اي من الفرق اللي كنت بلعب فيها كنت حاجه اسمها بزود الجل. ليه؟ لانه المباريات دي بتبقى متشافه، المباريات دي الناس كلها بتبقى شايفاها، ناس المباريات كلها، المباريات اللي زي الاهلي يعني كل مصر بتتفرج. اهلي واسماعيلي ده بيتهيألي ان هذه المباراه من بعد مباراه الاهلي والزمالك بتجد ان مباراه الاهلي والاسماعيلي الكل لما يسمع بيقعد يتفرج. الاسماعيلي بيني وبينكم لازم هو عايز يحسن من موقفه في جدول الدوري، فبيحتل هو النادي الاسماعيلي بيحتل مركز ليس من مقام النادي الاسماعيلي من وجهه نظري، اللي عايز يقول اي حاجه يقولها، ولكن هذا ليس مقام النادي الاسماعيلي. المركز اللي هو فيه دلوقتي هو ليس من مقام النادي الاسماعيلي. تخيل لما تيجي تتكلم عن النادي الاسماعيلي تقول مركز ال 13 19 نقطة، موقفه صعب، عشان كده عنده هدف، هدفه هو الهروب من هذا المركز والتقدم نحو المنطقة الآمنة في جدول الدوري. وفي نفس الوقت انت بتلعب النادي الاهلي، هنزود الجل، هنكوي كلنا. انا كنت بعمل كده، انا ما بتريقش، انا بتكلم بجد، انا كنت بعمل كده. ما اجي لاعب النادي الاهلي كنت اكوي الشورت اللي انا بلعب بيه والتيشيرت اللي انا بلعب بيها
وازود زي ما بقول لحضراتكم، هذه هي الحقيقه. محدش يقدر يقول لا، محدش يقدر يقول لا. الاسماعيلي بيمتلك مدير فني محترم عنده خبره في الدوري الممتاز، النجم كابتن ايهاب جلال، واحد من المدربين الهادين المحترمين اللي له صولات وجولات سواء مع المقصه او مع الفرق الكتيره اللي مسكها، وايضا مع النادي الاسماعيلي ومع منتخب مصر. عشان كده انا بقول لحضراتكم هتبقى مباراه صعبه جدا في الملعب ما بين اللاعبين، وكمان من بره في الخطوط، الخطوط من بره لما تبقى في قيمه زي كابتن ايهاب جلال وقيمه زي مارسيل كولر مدير فني للنادي الاهلي. مارسيل كولر بقيمته الفنيه بطريقه لعبه اللي دايما بيغير على حسب ما يراه مناسبا في كل مباراه. عموما هي مباراه ما بين اثنين مديرين فنيين كبار، نتمنى يا رب ان شاء الله ان يستطيع النادي الاهلي ان يفوز في هذه المباراه وان تخرج المباراه بما يليق باسم الكبيرين سواء النادي الاهلي او النادي الاسماعيلي. خلينا نطلع نشوف تقرير عن هذه المواجهه ما بين مستر مارسيل كولر وكابتن ايهاب جلال. طيب، كان لغايه من شويه لم يتم الاعلان بشكل رسمي عن طاقم التحكيم في مباراه الاهلي والاسماعيلي، تفهمش ليه، ولكن منذ قليل او منذ لحظات قليله فقط تم الاعلان رسميا عن حكم او طاقم التحكيم لمباراه النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم مباراه هي الاهم، مباراه واحده من كلاسيكيات كره القدم المصريه. بكرة إن شاء الله زي ما حضراتكم شايفين دوري النيل الجولة 20 الأربع 1 مايو 2024، استاد الجيش ببرج العرب، الإسماعيلي والأهلي في تمام الساعة 7. حكما للساحة كابتن أحمد الغندور، حكم مساعد أول كابتن أحمد حسام طه، حكم مساعد تاني كابتن يوسف البساطي، حكم رابع كابتن مبروك نبيل، حكم الفار كابتن طارق مجدي، وحكم فار مساعد كابتن مصطفى الشهدي. إذن طاقم تحكيم دولي لمباراة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي. هتقول لي يا إسلام عن كابتن أحمد الغندور، ربنا يوفقك كابتن أحمد، مش هقول حاجة، هقول ربنا يوفقك كابتن أحمد، لأنه مثل هذه المباريات هي اللي بتعمل الحكام، هي اللي بتعمل أسماء الحكام. كابتن أحمد الغندور من الأسماء الكبيرة، أصبح من الأسماء الكبيرة في التحكيم المصري، وبالتالي كابتن أحمد لا نريد إلا العدالة ما بين الفريقين. من داخل قناة النادي الأهلي أنا بقول لحضرتك لا نريد إلا العدالة للفريقين، لفريق النادي الأهلي ولفريق النادي الإسماعيلي. كابتن طارق مجدي لا نريد إلا، كابتن طارق مجدي حكم الفار، لا نريد إلا العدالة للفريقين. ولك في آخر مباراة للنادي الأهلي ضد مازيمبي مثل كبير، لولا حكم الفار لكانت المباراة تغيرت نتيجتها بأي طريقة بقى، ما أنت كنت ممكن تكسب 2-1، ولكن في آخر مباراة دي يا كابتن طارق يا كابتن أحمد اتفرجوا على طاقم التحكيم كيف استطاع أن يعطي لكل فريق حقه، خصوصا حكم الفار في إعطائه حق واضح لم يراه حكم المباراة في مباراة مازيمبي اللي هي الهاندبول، اللي مصر كلها إلا واحد بيقول إن هي واحد ليس له محل من الإعراب، يعني ما ملوش في التحكيم، أصبح خبير تحكيمي فجأة عندما أصبحت أو عندما كان الأهلي طرفا لمباراة، لكن هو لو في اي فرق تانية طرف في المباراه وحصل فيها كده ولا كان حاجه حصلت، كبر دماغك، بالعكس ده هيطلع يسقف ويقول الحكام هايلين وحكم الفار هايل. لكن ارجع تاني للمطلوب، يا كابتن احمد الغندور يا كابتن طارق مجدي اتفرجوا على مباراه النادي الاهلي وكيف استطاعت حكم المباراه ان ترى ما لم يستطع ان يراه اي حد في الملعب. واحد بيعمل كده عفوا، الكرة تيجي في ايده، هذه الكرة كانت من الممكن جدا ان تغير نتيجة المباراة سواء كده او كده. فكل ما نريده هو عدالة التحكيم بكرة ان شاء الله، وسواء في حكم الساحة كابتن احمد الغندور طبعا والاثنين مساعدين
اللي هم على اعلى مستوى، وطبعا كابتن احمد غندور على اعلى مستوى، وكابتن طارق مجدي ومساعده على اعلى مستوى. الحقيقه طاقم تحكيم نتمنى له كل التوفيق في مباراه غدا ان شاء الله. قبل ما اطلع استقبل عمرو، كابتن عمرو الحلواني، عايز بس اروح اتكلم مع حضراتكم عن مشكله كبيره جدا جدا تخص الحكام. أزمة هتحصل دلوقتي داخل لجنة الحكام. هحكي لحضرتك بعض كواليس هذه الأزمة ما بين البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام وكابتن محمود عاشور رجل الفار الأول في إفريقيا. الكلام اللي أنا بقوله ده مش بقوله عشان كابتن محمود صاحبي مثلا، ولا ولكن لأن هذه هي الحقيقة، هو ده اللي بيتقال، هو ده الوصف اللي بيتقال على محمود عاشور دلوقتي في أفريقيا. ولكن بيريرا مش بيديله أي مباريات هنا في الدوري بسبب خلاف قديم بينهم، كان بدايته أن عاشور طلع وانتقد بيريرا من فترة يعني قبل المرة الأخيرة دي، ومن ساعتها الثنائي على خلاف واضح. طيب إيه اللي عرفناه؟ اللي عرفناه أن كابتن محمود عاشور يقترب من التحكيم في الدوري السعودي اللي بيستقطب كل الناس الجامده من وجهه انا بحكي لحضراتكم وجهه النظر، سواء لعيبه او محللين او حكام او مذيعين او اي حاجه. محمود عاشور عايز يروح طبعا لانه بيريرا مجمده هنا في مصر، والراجل عايز يجهز عشان يشارك في اولمبياد باريس. يعني بيجهز نفسه. بيني وبينكم بقى، بعيدا عن بعض المصايب اللي كانت بتتعمل هنا، نتمنى ان احنا نستفيد من الناس، من الكوادر اللي عندنا في كل المجالات، احنا اولى بيهم. ومن وجهه نظري علينا ان نجنب الخلافات جانبا. ومحمود عاشور زي ما بيتقال عنه ان هو الحكم الفار الافضل في مصر حاليا وفي افريقيا، وبالتالي ليه ما نستفدش من كابتن محمود؟ ولكن يبقى مخلي باله في مباريات الدوري المصري ان شاء الله لو كمل على خير. ده رايي في هذا الامر. عموما عايز اتكلم مع حضراتكم عن ازمه ثانيه، وخاصه باتحاد كره القدم. انا ما اعرفش هم بيعملوا ايه مع فيتوريا الحقيقه. اتحاد كره القدم كلم فيتوريا تليفونيا وهو ما بيردش عليهم. وكارثه منتظره خلال الفتره القادمه. فيتوريا ليه عند اتحاد كرة القدم 3 شهور، الشرط الجزائي بقيمة 600,000 يورو، كل شهر ب 200,000 يورو تقريبا. الراجل بعد الخروج من بطولة الأمم الأفريقية اتفق مع مسؤول اتحاد كرة القدم بعد ما اتفاجئ يعني ان هو هيمشي، لانه هو كان فاكر ان هو هيقعد لغاية 2026، لان هم قالوا له كده، قالوا له خسرت كسبت هتقعد لغاية 2026، مش الهدف الأساسي البطولة الأفريقية. هو لو تفتكروا كان طلع قال هذا الكلام. ولكن المهم أصبح لي 600,000 يورو هو ومساعديه. فكان تم الاتفاق بينه وبين اتحاد كرة القدم على فسخ التعاقد بالتراضي ودفع الشرط الجزائي، وأنه تم الاتفاق ولكن مش على الورق ده، يعني الناس بتتكلم. فالراجل ما قدمش شكوى للفيفا، وساعتها كان من المفترض أنه هيحصل على ال3 شهور. طيب لو الراجل قدم شكوى، من وجهة نظره هو شايف ان هو هيحصل على عقده كاملة، دي وجهة نظر فيتوري. فحصل اتفاق انه هيتم جدولة الشرط الجزائي على 3 شهور، كل شهر 200,000 يورو. فاتحاد كرة القدم فجأة وبعد ارساله الشهر الاول توقف عن ارسال بقية الشرط الجزائي. يبقى هو أرسل شهر واحد فقط 200,000 يورو، وبعدين توقف في الشهر الثاني ما أرسلش. ففيتوريا عمل إيه؟ رفع قضية في الفيفا في إن هو ما خدش مستحقاته، وبيطالب بعقده كاملا، وأرسل إنذار لاتحاد كرة القدم المصري من المحامي بتاعه. المفاجأة الحولة لحضراتكم، ليه تأخر اتحاد كرة القدم
في ان هو يرسل باقي مستحقات فريرة على حسب الاتفاق. استاذ جمال علام كلف الاستاذ محمد المشطة المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم المصري بالبحث في عقد فيتوريا، لانه يرى ان هناك ثغرة وان فيتوريا من المفترض ان هو ما ياخدش فلوس ولا حتى الشرط الجزائي، لانه خرج من امم افريقيا. انا الحقيقه ما اعرفش ليه عندما يتم الاتفاق، ده اللي انا افهمه، عندما يتم الاتفاق حتى لو بالبق وله حق 3 شهور فخلاص انت اديته 3 شهور او اديله 3 شهور طالما اتفقتم على كده، ليه بترجعوا في الموضوع مره ثانيه؟ وجهة نظري لانه في مستشارين يوقعوك، ده في كل المؤسسات بالمناسبه، ممكن تبقى هنا ممكن تبقى هنا ممكن تبقى هنا، في كل انا بتكلم بشكل عام، في مستشارين ممكن يوقعوك، في مستشارين ممكن يخلوك تبقى عايز تعمل حاجه وهي ليست صحيحه. انا شخصيا اتعاملت مع ناس كده من هذا الامر كتير كتير. ففي ناس بتبقى واقفة وعايزة توقعك بأي طريقة، ما تفهمش ليه. الواحد بيشوف حاجات غريبة جدا خلال هذه الفترة. فخلي بالك يا أستاذ جمال، لأنه أنت هنا بتتعامل باسم مصر، بقيمة مصر. قيمة مصر في كرة القدم كبيرة جدا، قيمة مصر في كرة القدم عالية جدا، قيمة مصر في كرة القدم ما تستحملش اللي بيحصل، ما تستحملش ان فيتوريا يطلع يتكلم عن منتخب مصر بهذا الشكل ويرفع قضية. تخيل حضرتك لو المحكمة الرياضية حكمت لفيتوريا بالسنتين اللي فاضلين له، هنعمل ايه؟ هندفع له كام؟ هندفع له 4 مليون يورو؟ تخيل حضرتك ان انت هتدفع 4 مليون يورو، كل ده بسبب قد انا ما اعرفش، قد تكون استشارة خاطئة. أنا معرفش إيه هي الحقيقة، ولكن قد تكون استشارة خاطئة. خدوا بالكم من المستشارين يا جماعة، وأنا هنا ما بتكلمش على اتحاد الكورة، أنا بتكلم بشكل عام برضو، لأنه الراجل لما رفع القضية الأزمة كبرت وأكد هو فيتوريا أكد على إيه؟ تمسكه بالحصول على عقده كاملا بناء على ما هو مكتوب، من وجهة نظره طبعا، من وجهة نظره، بناء على ما هو مكتوب. فاتحاد كرة القدم أرسل عقد فيتوريا إلى اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة عشان يشوفوا صحة العقد، يدفعوا له الشرط الجزائي ولا لأ. طب ليه ده ما حصلش من الأول؟ والاستشارة هنا رائعة الحقيقة. كان رد وزارة الشباب والرياضة إيه؟ إن العقد سليم ولازم يحصل على الشرط الجزائي. طب ليه ده لم يحدث من الأول؟ ليه اتفقنا مع الراجل وادينا له شهر وبعدين وقفنا؟ وفيتوريا بالمناسبة ليه سابقة زي دي في السعودية، كانت مع النصر السعودي أو كان هو مدير فني للنصر السعودي، ونفس الفكرة كده، وحصل على مستحقاته كاملة ووقف القيد للنادي اللي كان موجود فيه ساعتها. يعني الراجل بيعرف ياخد حقه من الفيفا. أتمنى أن تنتهي هذه الأمور في أقرب فرصة، لأنه من المفترض ان الراجل ده ياخد الثلاث شهور بتوعه زي ما اتفقتوا، ادوله الثلاث او الشهرين اللي باقيين، والحمد لله والشكر لله وكان الله بالسر عليه. يعني بدل ما ادفع 600 الف يورو بسبب اللي بيحصل، ممكن ادفع 4 مليون يورو. النهارده تحديدا اتحاد كره القدم ارسل جميع مستحقات مساعدي فيتوريا عشان يثبت حسن النيه يعني. فطبعا ما حدش بيرد عليهم. والراجل بيني وبينك قال لك انا بدل ما اخد 600 الف يورو استنى يمكن اخدهم 4 مليون يورو، هيخسر ايه؟ احلى سبوبه بيني وبينكم. يعني اتمنى انا شخصيا، لان اتحاد الكره الحقيقه الاستاذ جمال علام من الناس المحترمه جدا جدا، اتمنى ان هو ياخد باله من مثل هذه الامور، لانها امور صعبه جدا، ويجب ان يكون هناك حلول خلال الفتره القادمه في هذه الأمور، لأنه الخبرات الإدارية
يجب ان تكون موجوده في هذه الاشخاص، عشان الاشخاص اللي زي الاستاذ جمال وكل المجموعه اللي موجوده، لانه ما ينفعش يا جماعه نسيب المسؤوليه لناس ما عندهاش خبره. ما عندهاش خبره. اتمنى ان الامور دي كلها تنتهي، لانه اتحاد كره القدم المصري ناس كلها محترمه الحقيقه، الاستاذ جمال، الاستاذ خالد، كل الناس اللي موجوده كلها ناس محترمه، نتمنى لهم التوفيق خلال الفتره القادمه. خلونا دلوقتي نروح لجولة في الأخبار المحلية والعالمية، ومن بعد هذه الجولة فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن عمرو الحلواني في فقرة أولى في البيت الكبير. حارس محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي الأهلي على متابعة عمل اللجان المعاونة مع وصول منافسات البطولة إلى دور 16. تأهل فريق الأهلي لكرة السلة رجال إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد فوز مثير على الجزيرة ب 67 نقطة مقابل 66 ضمن منافسات نصف النهائي. سيطر الماتادورز على مجريات اللقاء التي شهدت ندية وإثارة بين الفريقين. اختتم فريق الإسماعيلي تدريباته تحضيرا لمواجهة الأهلي يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري. أعلن نادي السد القطري انتهاء موسم لاعبه البرازيلي جيلارمي توريس بسبب الإصابة، ما يعني عدم قدرته على المشاركة في مباريات كأس قطر وكأس أمير الدولة في ختام الموسم الحالي. وأشار نادي السد في بيان له إلى أن اللاعب خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة نسبية من أجل التعافي. أعلنت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليجريا تعيين فيسنتي ديلبوسكي المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد الإسباني رئيسا للجنة التي ستشرف على تسيير أمور الاتحاد الإسباني لكرة القدم لحين إجراء انتخابات جديدة بعد شهور من الفضائح شهدت إقالة وتحقيقا في ملفات فساد لرئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس، وهي الأزمة التي يراقبها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي ويهدد حيالها بتجميد الكرة الإسبانية. نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في قيادة فريق برشلونة للفوز على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل فيها ثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى 16 هدفا خلال الموسم الحالي في المركز الثالث بالتساوي مع أنتي بوديمير لاعب فريق أوساسونا، بينما يتصدر الأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم فريق جيرونا الترتيب برصيد 19 هدفا. أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان اتخذت قرارا بتمديد عقد المدرب لويس إنريكي الذي سينتهي عام 2025 قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد نجاحه في أول موسم له على رأس الجهاز الفني. أكدت تقارير صحفية أن نادي ميلان الإيطالي تقدم بعرض للتعاقد مع لوبيتيجي لمدة 3 سنوات ليكون خليفة للمدرب بيولي، لكن الرفض جاء من عدد كبير من جماهير النادي. وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إحدى الصفحات الشهيرة طرحت استفتاء على جماهير ميلان، حيث رفض أكثر من 10,000 شخص في أقل من 48 ساعة تعيين لوبيتيجي، فيما وصفته الصحافة الإيطالية بالحملة الإلكترونية لإبعاد المدرب الإسباني عن روسونيري. وجاء سبب الرفض للمصوتين وفقا لتعليقاتهم لعدم ثقة الجماهير في إدارته للفرق الكبرى، لا سيما الفشل مع ريال مدريد بعد قضاء 4 أشهر مدربا للفريق الإسباني.
توج فريق ليستر سيتي بلقب الشامبيونشيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على نورث إند بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 45 من المسابقة، ليصبح أكثر فريق توج بالمسابقة على مر التاريخ متفوقا على مانشستر سيتي برصيد 7 ألقاب. رفع فريق ليستر سيتي رصيده للنقطة 97 بفارق 7 نقاط عن ليدز يونايتد الوصيف قبل جولة على نهاية المسابقة والعودة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. بن شوقي الاستوديو التحليلي غدا الساعة 5 مساء على قناة الأهلي. مش هيسيبنا. محترف كلمة ما تتقالش لأي حد، دايما جاهز للصعب، بحركة واحدة بينجز، ولو هيلعب يلعب بشروطه، تتفرج عليه وتتعلم. الخبرة مفتاح وأصل الحكاية عنده، مش بالكلام، بالحرفنة. المحترف الاثنين الساعة 7:30 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. كل عظيم، علامة للقوة، عالي وكشف كل الخصوم، لو ظهر بيوعد بنصر أكيد، في أي مكان موجود فيه هو الملك. وفي سنة 1907 نسر ذهب نار وبقى شعار لكيان عظيم. حكايته مع الوطنية مليانة نضال وبطولات علشان الحرية، مبادئه عايشة ومكملة، ورسملنا الطريق مليان أنوار، دايما رافع كؤوس النصر مهما كان المنافس. ملك القارة وأسطورة في كل بيت وشارع، مكانته في القلوب بتزيد، أجيال بتكبر معاه تتربى على حبه وعشانه تعمل المستحيل. أما جماهيره فحكايتهم طويلة، دايما بتستنى زوره، بتشجعه بالروح والدم. النسر فوق الراس، النسر الذهبي، النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة. دكتور أحمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله كله تمام. أيضا الأستاذ صبري سراج، ازيك يا أستاذنا؟ مساء الفل يا كابتن. إيه؟ الحمد لله كله تمام. مش متعود على دكتور وأستاذ لازم نعمل كده. أخباركم إيه؟ كله تمام؟ تمام. طيب النهاردة هنتكلم في موضوعين مهمين أو حدثين الحقيقة. معانا أخبار عن نادي الترجي التونسي، وزي ما قلت لحضراتكم خلال هذه الفترة احنا لسه 18 يوم على المباراة الأولى، ولكن هنفضل دايما نتكلم عن الترجي يوميا. كل ما يجي لنا خبر كويس أو نقدر خبر نقدر نقوله هتلاقونا بنقوله دائما عن الترجي. أما الجزء الثاني فهيكون مختص بالتحليل الفني لمباراة بكرة إن شاء الله، النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي. ثابت خليني أبدأ معاك في موضوع المؤجلات الأول، الكلام فيما يخص موضوع المؤجلات على النادي الأهلي، والكلام عن فتكات وعواطف ومش عارف إيه والكلام اللي بيتقال ده. في الشهرين الأخر تحديدا كنا نشوف أي برنامج، طبعا اللي هم يعني ما بيحبوش النادي الأهلي تلاقي يقول لك إيه، هو ليه النادي الأهلي لعب 11 ماتش بس في الدوري، الفريق الوحيد، مقابل إن في أندية تانية لعبت 18 و17 و20. طب يا جماعه ما هو النادي الاهلي لعب 11 ماتش، تعالوا نحسبها كده مع بعض ونشوف. هو اولا بس احنا فتحنا الموضوع ده تاني ليه، لان في خبر امبارح الحكم عامر حسين
صرح تصريح قال معانا برضو التصريح قال ان حسام حسن طبعا قلنا سمير لو سمحت مدرب منتخب مصر طلب الحصول على اسبوع قبل كل اجنده دوليه في اتفاقه مع احمد دياب وبالتالي سيتم ايقاف الدوري يوم 26 مايو وانطلاق المعسكر يوم 27 من الشهر نفسه فطبعا كان مفروض ان التوقف الدولي الجاي هيبقى يوم 3 من الشهر الجاي فانت كده بتاخد اسبوع من الشهر الاخير ده وبعدين هيتم تاجيل ماتش تاني للنادي الاهلي فهل ده ذنب النادي الاهلي ولا مدرب منتخب مصر اللي طالب كده برضو حصلت قبل كده في المعسكر الاخير اللي هو كنا بنلعب فيه كرواتيا نيوزيلندا المعسكر ده تم تاجيل فيه مباراه الاهلي وانبي بناء على طلب الكابتن حسام حسن بالتجمع اسبوع اذا المؤجلات اللي بتحصل دي رقم واحد كده مش ذنب النادي الاهلي ادي سبب يعني انا هقول لحضرتك الاسباب اللي بتحصل عشان بس ننهي النغمه اللي بتحصل يقول لك الاهلي ليه لعب 11 ماتش ده اول سبب تعال نبص على السبب الثاني هو الاهلي بدا الموسم بايه النادي الاهلي يا جماعه في برضو بعض الناس بتطلع في البرامج تقول لك اصل الاهلي لعب 35 مباراه بس في الموسم ازاي ما هو لعب 35 مباراه انت عارف الاهلي سافر كام دوله سافر 11 رحله طيران بره مصر حقيقي من اول الموسم 11 رحله طيران ازاي اول حاجه احنا سافرنا السعوديه 3 مرات رحنا السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه كاس العالم للانديه ولعبت نهائي كاس مصر في السعوديه قدام الزمالك ادي 3 سفريات السعوديه سافرت في الدوري الافريقي مرتين تنزانيا وجنوب افريقيا سافرت الامارات في كاس السوبر لما لعبت فيوتشر ولعبت سيراميكا دوري ابطال افريقيا تعالى بقى انت سافرت الجزائر قدام شباب بلوزداد سافرت ميدياما في غانا سافرت تنزانيا مرتين مره رحت لعبت يانج افريكانز وسافرت تنزانيا دي متعبه جدا سافرت ليانج افريكانز وسافرت لسيمبا سافرت بعد كده مازيمبي فكل السفر ده هي مش بتتحسب بعدد الماتشات ما انا ممكن العب كل يوم ماتش بس انا بلعب تحت بيتي بلعب مثلا صحيح. في حته لكن انا بلعب فين بسافر دول انا بسافر 11 دوله النادي الاهلي طلع ب 11 رحله طيران بره مصر بعد كده تعالى لو نعرض بس جدول الدوري برضو معانا الناس بتقول لك هو ليه الاهلي لعب 11 مباراه طب ماشي مقارنه برضو بالمنافس نادي الزمالك نادي الزمالك لعب 13 ماتش بس اوكي طب ما يا جماعه ما هو نادي الزمالك برضو لعب 13 مباراه والنادي الاهلي لعب في 3 بطولات زياده عن نادي الزمالك هما ايه الثلاث بطولات دول الدوري الافريقي الفريق الوحيد في مصر اللي لعبه كان ساعتها كان في شهر من 20 اكتوبر ل1 نوفمبر الاتحاد الافريقي الكاف قال ايه قال ان اللي هيلعب في الدوري الافريقي مش هيلعب في الدوري لانه بيسافر تنزانيا ويرجع ذهاب واياب ويسافر جنوب افريقيا ذهاب واياب وبالتالي هيتاجل له الماتشات بعد كده برضو كاس العالم للانديه نادي الزمالك ما لعبش فيه كاس السوبر المصري في الامارات يعني انت سافرت 3 سفريات 3 بطولات نادي الزمالك ما لعبش فيهم ولعب زياده عن النادي الاهلي ماتشين بس في الدوري صحيح. يبقى ليه الكلام تحديدا عن النادي الاهلي نقطه كمان نقدر نرد بيها عشان الناس تتفرج ها تعال شوف ترتيب ماتشات الاهلي يعني ماتشات الاهلي من اول الموسم النادي الاهلي سافر الاول السعوديه في السوبر الافريقي بعد كده راح سافر اثيوبيا مع سان جورج بعد كده راح الدوري الافريقي قعدنا من 20 اكتوبر لغايه يوم 1 نوفمبر دي كانت بطوله الدوري الافريقي بعديها لعبنا كاس العالم للانديه بعديها لعبنا كاس السوبر المصري بعد كده في يناير التوقف الدولي بتاع كاس الامم بعدين رجعنا على سفريتين الجزائر وغانا بعد كده لعبت كاس نهائي كاس مصر قدام الزمالك مع السعوديه بعد كده سافرت سيمبا وبعد كده الكونغو في مازيمبي فانت ما فيش وقت اصلا النادي الاهلي هو اكتر رغم ان الناس بتتكلم ان هو لعب 11 ماتش لان هو اكتر نادي في افريقيا بيلعب ماتشات واكتر نادي بيتضغط واكتر نادي لعيبته موجوده في المنتخب واكتر نادي بيتضر من الكلام ده كله والمشكله كمان ده في مشكله تانية الناس مش واخده بالها منها هتيجي مشكله الاولمبيات النهارده لما مدرب المنتخب الاولمبي ياخد امام عاشور مثلا وياخد محمد عبد المنعم الكلام ده لو اخده هل احنا هنلعب الدوري من غير الاثنين اللعيبه دول هتحصل برضو نفس المشكله اللي حصلت من حوالي سنتين ولعبت النادي الاهلي راحت الاولمبيات واحنا عندنا دوري عندك ماتش بيراميدز يوم 12/7 وعندك ماتشات تانية تمام فده لا ده كل ده بس احنا بنرد يا ريت النغمه دي تنتهي ان النادي الاهلي في نقطه كمان يعني احنا بنتكلم عن ان النادي الاهلي لعب 35 ماتش بس فهل هو ده رقم قليل اصلا طب ما تيجي نشوف يعني زميلنا احمد غمري عامل احصائيه لطيفه قوي الأربع أندية اللي وصلت لنهائيات بطولات أفريقيا دوري الأبطال والكونفدرالية كل نادي منهم لعب كم مباراة من أول الموسم ونشوف إحنا فين والمنافسين اللي منهم منافس محلي فين الأهلي لعب لحد النهاردة قبل ماتش بكرة 35 مباراة أوكي.
نهضة بركان لعب 35 مباراة، الترجي لعب 32 مباراة، نادي الزمالك لعب كم مباراة؟ 25. اوكي، فمين اللي بيتكلم يعني؟ انت تقصد على الاربع فرق اللي وصلوا النهائي هنا والنهائي هنا. بالظبط، ادي اربع فرق وصلوا لاخر ليفل واخر اخر محطه في كل بطوله افريقيه من البطولتين اللي بيتلعبوا. ثلاث فرق منهم لعبوا اكتر من 32، فرقتين لعبوا 35 وفرقه لعبت 32، ونادي الزمالك لعب 25 مباراه. فمين اللي بيتكلم عن ان، او مين يحق له انه يتكلم عن ان الاهلي عنده مؤجلات كتير؟ هو مطلوب ان الانديه كلها تبقى السنه الميلاديه بتاعتها 12 شهر والاهلي 14 عشان نلحق نلعب زينا زي الناس يعني؟ هل ده مطلوب نعمل كده؟ نعمل سنه الاهلي 14؟ هيقول لك الترجي لعب كام مباراه في الدوري يعني ساعتها يقول لك ايه اصل ده الترجي لعب كام مباراه في الدوري ساعتها احنا هنرد عليه نقول له ايه اصل الترجي ما لعبش في كاس العالم للانديه، صحيح، ما لعبش في الدوري الافريقي، ما لعبش في السوبر، لعب في الدوري الافريقي سوري انا اسف، لعب الدوري الافريقي كاس العالم للانديه، فبالتالي كاس السوبر المصري مثلا في الامارات صحيح. بالتالي هو ده فرق الماتشات اللي لعبها الترجي في الدوري. ما بالظبط، عشان كده انا بقول هل احنا محتاجين ان التقويم السنه الميلاديه بتاعت الاهلي تبقى زياده شهرين عشان نلحق نلعب ماتشات اكتر في الدوري فالناس ما تبقاش متازمه؟ يعني هل احنا عندنا مشكله ان احنا شطار وناجحين فبنلعب في بطولات كتير وبنوصل فيها لاعلى ليفل ممكن فنتعاقب على ده؟ فليه الاهلي لعب ماتشات قليله في الدوري؟ طب الاهلي لعب اكتر عدد مباريات في الموسم في كل افريقيا اهو، يعني اكتر نادي لعب في افريقيا مباريات السنه دي. ده حقيقي وده واضح للي عايز يشوف، يعني تقدر سهل جدا ان انت تخش تشوف تعرف. والحقيقه صبري هنا كان بيتكلم على الاربع الانديه اللي وصلت ليه، سواء الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال او الزمالك ونهضه بركان في نهائي البطوله الكونفدراليه. ثلاث فرق لعبوا ما بين 35 و32 منهم النادي الاهلي، والزمالك لعب 25 مباراه. يعني عشان برضو للناس اللي عايزه تتكلم في هذا الامر فيما يخص النادي الاهلي، انا ماليش علاقه باي حد تاني، ولكن انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي. برضو يا احمد الموضوع التاني بقى الاهم بقى بالنسبه لي برضو، كم مباراه سيلعبها النادي الاهلي منذ ان انتهت مباراه مازيمبي قبل نهائي افريقيا لغايه اولى المباريات الافريقيه، مباراه الذهاب في نهائي دوري الابطال يوم 18/5؟ كم ماتش هيلعبه النادي الاهلي وكم ماتش هيلعبه منافس النادي الاهلي نادي الترجي؟ احنا معانا المباريات، النادي الاهلي هيلعب اربع ماتشات ونادي الترجي اربع ماتشات. اوكي بقى انا لا، هات الصوره اللي بعدها هتلاقي مدرب الاهلي ومدرب الترجي بالمواعيد بالاستادات كمان جايبينها. اول ماتش النادي الاهلي اهو هيلعبه يوم 1 مايو بكره مع النادي الاسماعيلي الساعه 7. تاني ماتش هيبقى مع الجونه يوم 4 مايو الساعه 7 دي بتوقيت مصر، يعني المواعيد اللي احنا كاتبينها سواء النادي الاهلي او نادي الترجي دي بتوقيت القاهره. الاتحاد السكندري هيبقى تالت ماتش يوم 7 مايو الساعه 7. رابع ماتش بلديه المحله 11 مايو الساعه 7 برضه. كل ماتشات الاهلي الاربعه قبل ماتش الترجي الساعه 7. تمام، نيجي بقى لماتشات الترجي عشان الناس برضه عايزه تعرف ماتشات الترجي هتبقى ايه. بكره عندهم الصفاقس التونسي، ديت عندهم في البلاي اوف اللي هي المرحله النهائيه من الدوري التونسي، والترجي على فكره ماشي بشكل كويس جدا، هو بيقترب من حسم الدوري يعني. بكره لو كسبوا الصفاقس هيقربوا اكتر. بكره الساعه 7:30. اوكي، يعني بكره النادي الاهلي مع الاسماعيلي الساعه 7، والساعه 7:30 الترجي والصفاقسي في ملعب رادس. الماتش الثاني مع الملعب التونسي يوم 4 مايو الساعه 5 بتوقيت القاهره. بعد كده مع فرقه دي محيط كركانه دي في كاس تونس في دور ال 16. اوكي، هيلعبوا طبعا ممكن يريحوا اللعيبه، يعني هم ممكن لو كسبوا الماتشين دول يحسموا الدوري، بعد كده يبدا يريح اللعيبه في الماتشين اللي بعدهم. سواء ماتش دور ال 16، بعد كده النجم الساحلي برضو في استاد رادس الساعه 7:30 يوم 11 مايو. هي نفس المواعيد تقريبا اللي بس في فرق في الماتش الثالث، هم عندهم ماتش الكاس ده هيبقى يوم 8، احنا عندنا ماتش الاتحاد يوم 7. يعني أوكي، الفرق ما بين الاربع ماتشات هتلعبهم دوري، احنا دوري وهم ثلاث ماتشات دوري وماتش كاس دور 16. عندهم برضو ماتشين، يعني الصفاقسي والملعب التونسي دول هم محتاجين يكسبوه عشان يحسموا الدوري. أوكي، ممكن بعد كده يعني ممكن بعد يوم 4 يبتدي يريح كل اللاعبين اللي عايز يريحهم. ممكن صح؟ ممكن وماتش كاس بس من 4 ل 18 برضو خلي بالك مسافه طويله جدا، ما اعتقدش ان هو ممكن يريح، يعني ممكن يريحهم محيط قرقانه ده وبعدين يرجع كده يدي النجم شويه، لان ده بيبقى ديربي وهو اكيد مش بيبقى عايز يخسر ماتش يعني النجم. ماتش الاهلي والزمالك، يعني ماتش الاهلي والزمالك النجم الساحلي والترجي قريب. بس الماتشات دي الفرقتين ممكن يتبعوا سياسه ان انا ممكن اخلص في الشوط الاول. انا بشوف ان الفرقتين
اعتقد هيعملوا كده ان هم يحاولوا يخلصوا الماتش في الشوط الاول عشان تقدر تريح شويه وتعمل روتيشن للعيبه في الشوط الثاني سواء الاهلي او الترجي. طيب انت حاطين لنا الجدول بتاع المقارنه الرقميه ما بين عدد المباريات برضو عشان يبقى الجدول قدام الناس يا شباب اللي اتلعبت لكل فريق منذ بدايه الموسم سواء الاهلي او الترجي او نهضه بركان او الزمالك اللي لسه متكلمين عنها نحطها على الشاشه برضو علشان يعني الناس بتبعت لي بتقولنا حط لنا الارقام دي على الشاشه عشان نشوفها. مهم جدا اهو. لا مش ده يا شباب الثانيه المقارنه الثانيه يا صبري. المقارنه الثانيه اللي بين عدد الماتشات يعني اللي هي الاهلي والترجي ونهضه بركان والزمالك اللي هي 32 الاهلي 35 مباراه نهضه بركان 35 مباراه الترجي التونسي 32 مباراه ونادي الزمالك 25 مباراه. اوكي ففي فرقتين لعبوا اكتر 10 ماتشات من نادي الزمالك وفي فرقه لعبت 7 ماتشات اكتر من نادي الزمالك. يعني الاهلي اكتر من شارك هو ونهضه بركان والزمالك اقل من لعب عدد مباريات من الانديه الاربعه اللي وصلوا لنهائيات البطولات الافريقيه. حلو جدا. ولكن على الجانب الاخر انت بتلعب كل 3 ايام زي ما احمد دلوقتي كان شرح ان انت بتلعب 3 ايام او كل 3 ما بين 3 ايام و4 ايام مباراه. اعتقد ده طبيعي وليس فيه نوع من انواع ال طالما بتلعب في مصر يعني. هو طبعا مع تتالي عدد المباريات الكبير بيبقى فيه اجهاد كبير اجهاد يعني. صحيح. اظن ان احنا لو كان يعني الاجنده لو كانت اتظبطت مثلا عن الماتش الاسماعيلي ده يكون النهارده مش بكره كانت العمليه هتبقى اظبط شويه في الوقت ما نبقاش واخدين. هو النهارده كان هيبقى اقرب لماتش مازيمبي برضو خلي بالك. ما هو نفس الكلام انت برضو كنت هتاخد كان ممكن اليوم ده تاخده في الاخر اللي هو قبل تاخده قبل ال 18 كان هيبقى اظن انه كان هيبقى بس انت أفضل عندك يعني. من 11 اخر مباراه ل 18 اسبوع مسافر حيث. يعني خصوصا ان انت مسافر يعني احنا هنا كنا بنلعب ماتش مازيمبي هنا انما في الاخر يعني هو ان انت بتلعب كل 3 ايام ده خلاص امر احنا خلاص يعني تعودنا عليه يعني هذا هو القدر. احنا هيبقى 48 ساعه واليوم الثالث ماتش 48 ساعه ولو ربنا كرمك وكسبت هذه البطوله ولعبت المباراه النهائيه يعني 18 25 وخدت البطوله من بعد 25 انت عندك كل 3 ايام مباراه. صحيح. حرفيا لمده شهر ونص على ما اتذكر ومع الاسبوع اللي الكابتن حسام هياخده مع المعسكر كمان فايد ثلاث ماتشات ثاني يعني هيبقى الموضوع صعب جدا. ما هو ده اللي انا دايما اقول ان لعيبه النادي الاهلي تحديدا هنا لانه انا وخلينا نتكلم على اخر معسكر اخر معسكر للمنتخب كان فيه 8 لاعبين من النادي الاهلي غير الاربعه الاخرين هم بقيه اللاعبين المغتربين اللي هم يعني الاجانب. فانت عندك 11 لاعب دول يا جماعه مضغوطين نفسيا من مباراه في الدوري للنادي الاهلي ثم مباراه في الكاس ساعتها بقى مباراه في الكاس ثم مباراه في البطوله الافريقيه ثم مباراه في كاس العالم للانديه ثم مباراه في الدوري الافريقي. بالتالي لما تلاقي اللعيب اتنرفز سنه ولا حاجه خلي بالك يا جماعه لعيب بشر. انا هنا والله لا يعني ما بوافقش على حاجه غلط ولكن الواحد عايش مثل هذه صحيح. التجارب وشاف الضغط النفسي اللي على الواحد بيبقى ايه ساعتها بعد ما بتلاقي نفسك اتنرفزت وعملت وبتطلع بتلاقي نفسك ايه انا ليه عملت كده. ده بيبقى اسمه ضغط نفسي على اللعيب يعني اكتر من اي حاجه اخرى يعني وخصوصا وهنا بيبقى محتاج المسانده والدعم فقط وخصوصا لو اللاعب ما خرجش عن النص يعني انفعاله مثلا كان على نفسه يعني لاعب اتضايق من مستواه راجع من اصابه طويله ماتش في التاني لسه مش جايب فورمه فاتغير فامور طبيعيه جدا فزعلان على نفسه ما انفعلش على حد ما طلعش اتخانق مع مدرب ما طلعش اتخانق مع زمايله على الدكه الراجل حزين يعني حزين على مستواه فاحنا ليه بنخرج الموضوع بس بره خلي بالك يعني. برضو انا هنا لا ابرر لانه انا بالنسبه لي رقم واحد العقاب وده بيحصل في النادي الاهلي يعني انا مش محتاج اسال ولا محتاج اقول ولا محتاج اتكلم في هذا الامر ولكن انا هنا بس اللي فارق معايا لانه زي ما قلت قبل كده ان الواحد عايش مثل هذه الظروف كثيرا جدا. صحيح. الضغط الماتشات ده بيطلعك من كل حاجه من هدوءك ومن تعبك وحاجات كثيره جدا يعني ضغوط الماتشات وضغوط المنافسه جوه الفريق يعني جوه الفريق حاجه مهمه جدا المنافسة. طبعا يعني خصوصا لما يكون اللاعب كل مكان اللاعب اسمه كبير كل ما كان يعني عنده ضغوط زياده ان هو لازم يحافظ على مكانه لازم يحافظ على مستواه لازم يحافظ على الارقام اللي بيقدمها ولازم دايما يعمل كل شيء صح عشان هو اكتر واحد العين عليه فطبيعي جدا احنا بشر زي ما حضرتك قلت طبيعي جدا في بعض الاوقات
ان ده يحصل، يحصل شيء من التنفيس. والمهم ان ده ما يكونش نمط، وده الحقيقه مش نمط. والحاجه الثانيه انه الراجل انفعل على نفسه، يعني لا بقول تاني، هو لا طلع اتخانق مع المدرب بتاعه، ولا اتخانق مع زمايله على الدكه، ولا راح للكاميرا عمل حاجه مش كويسه، ولا اي حاجه. الراجل متضايق، يعني انتوا هتمنعوه من انه يتضايق على انه مستواه، انه هو حاسس ان هو مستواه مش كويس؟ يعني ده امر طبيعي ومنطقي جدا ان هو يشعر بكده. ايه هنا بنتكلم بشكل عام، ولكن اذا داخل النادي الاهلي بيحصل كده يا جماعه، لو اللاعب اخطا بيتم عقابه. ولكن صحيح. انا هنا بقول لحضراتكم ان احنا محتاجين ان احنا نقف جنب اللعيبه كلها، اللعيبه كلها ال 25 يوم اللي جايين دول، زي ما انا قلت في بدايه الكلامي ان هي قلب اليوم، قلب السنه، قلب الموسم، قلب الموسم. احنا في وسط الموسم ده ان شاء الله الحصاد يبقى كويس خلال الايام القادمه. خبرين مهمين عايز تتكلم عنهم فيما يخص نادي الترجي. معنا يمكن اخر خبر للترجي هو ان هم خلاص بيقتربوا من تجديد عقد المدرب كاردوزو. معنا برضو ممكن نعمل معاهم طفره الحقيقه، يعني الناس مش مصدقين الطفره دي حتى في تونس. هو صعد معاهم، يعتبر صعد كاس عالم للانديه، ووصل نهائي دوري ابطال افريقيا، واطاح بصن داونز رايح جاي. مدرب يكسب صن داونز رايح جاي، اعتقد مدرب فارق معاهم مميز جدا، اكيد هنتكلم عليه كتير بعد كده، مميز جدا على المستوى الدفاعي. فهم خلاص يمكن بيحاولوا ان هم يقعدوا معاه عشان يجددوا عقد المدير الفني. معانا برضو الخبر اللي بعد كده اللي هو الاستقبال الحافل لفريق الترجي يمكن بعد ما جم، ومعانا فيديو لو نقدر نعرضه. الاستقبال كان رهيب برضو، استقبال كويس جدا من جمهور الترجي للفرقه، وهم متحمسين. ولسه يمكن كنا بنتكلم ان هم هيبقوا هيجوا القاهره برضو. لا جداً. وخلي بالك كمان لانه اكمل يا احمد بس عشان ده فيديو. ده فيديو الاستقبال. يمكن هم كانوا مستقبلوا لاعبتهم اول ما خرجوا صن داونز، كسبوا صن داونز رايح جاي طبعا، فكان استقبال قوي جدا، كان في تجمع كبير جدا من جمهور الترجي في المطار وهم راجعين، فكان يعني دليل برضو ان هم هيبقوا متحمسين جدا في مباراه النهائي. ده هيبقى متحمسين جدا، ما عندهمش ضغوط، ولكذا سبب. اللي انا فهمته يعني من اصدقائنا في تونس، كلنا لنا اصدقاء كتير في تونس، فبنسمع منهم ان الهزيمه اللي فاتت في الدور قبل النهائي مسببه اللي هي 3-0 3-0 هناك في فرادس، كانت مسببه لاخواتنا في تونس، في الترجي تحديدا، مسببه لهم زعل كبير. يعني على الرغم من اشادتهم بمثلا تغطيه قناه النادي الاهلي في ذلك الوقت، وقد ايه احنا كنا او مش بنحافظ، هذه هي الحقيقه، ان نادي الترجي هو واحد من كبار افريقيا وسيظل مهما كانت النتيجه. قيمه كبيره نادي الترجي، ومنافس من المنافسين العظام. الماتشات بتاعتهم الحقيقه معانا بتبقى ممتعه جدا واحنا بنحبها، رغم صعوبتها ورغم كل حاجه ورغم التنافس الشديد، انما هي فرقه كبيره والتنافس معاها بيكون تنافس محترم. انا بظن ان هم مش هيبقى عليهم ضغوط كبيره قوي بقى، بالعكس. بمعنى يعني هم الموسم اللي فات الترجي كان قدم موسم سيء جدا الحقيقه، وعمل تغييرات كبيره في الفرقه السنه دي، فما كانش من المتوقع ان هو يظهر بهذا الشكل اللي هو ظهر. فمجرد ان هم وصلوا للنهائي ده مخلي هو يعني مش مفاجاه للترجي كتاريخ، انما مفاجاه للوضع الحالي، ان هم التطور بتاعهم يحصل بسرعه كده. فمن موسم كانوا بعيد جدا فيه، الموسم اللي بعده لا احنا موجودين في نهائي افريقيا، فحتى اذا ما فازوش بالبطوله وان شاء الله مش هيفوزوا بيها، يعني هم عملوا انجاز كبير، يعني طرحوا نفسهم على الساحه تاني بقوه. احنا الترجي احنا موجودين، فما اظنش ان هم هيبقى عليهم نفس الضغوط اللي بتبقى في اوقات تانيه معتاده على فريق بحجم الترجي، في حين ان احنا الناحيه التانيه النادي الاهلي مع توالي الوصول للنهائي لسنوات كتيره متتاليه، فهو اللي عليه العين، وهو اللي عنده الضغوط انه لازم يثبت ان هو جدير بالفوز بكل بطوله بيدخل فيها. انت خلاص انت زعيم افريقيا اللي كل سنه بتوصل النهائي، طب ورينا يا عم. يعني الضغوط علينا او على النادي الاهلي انا بشوف ان هي اكبر بكتير من اللي هتكون موجوده على فريق الترجي. عندك اخبار ثانيه كمان بالنسبه للترجي؟ الترجي يمكن اكتر ميزه من اكتر الفرق اللي عندها شخصيه افريقيه، زي ما بتشوف ريال مدريد اللي بيعمله دلوقتي في بس اوروبا. بس ريال مدريد هو النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي وريال مدريد افريقيا، فالنادي الاهلي في حته برضو والفرق الثانيه في حته. يعني الترجي والوداد هم اكتر فرقتين عندهم شخصيه، عندهم جماهيريه كمان، عندهم يعني تحس ان انت بتلاعب فريق عنده شخصيه جماهيريه، لكن النادي الاهلي طبعا في حته تانية. يعني النادي الاهلي في حته تانية. طيب
عندك اي اخبار تانية فيما يخص نادي الترجي؟ لا، في الحراس معانا برضو صوره على الحراس لو جاهزه. صوره الحراس الموقع الكاف او صفحه الكاف الرسميه اتكلمت على تالق امان الله مميش اللي هو حارس الترجي ومصطفى شوبير في دوري ابطال افريقيا. يمكن برضو كان معايا رقم للحارس اللي هو امان الله مميش ان هو بقاله حوالي كام، هي الرقم حوالي 700 وحاجه دقيقه، هي 732 دقيقه بقاله دون تلقي اي هدف. ويمكن هو كسر الرقم بتاع الحارس ماركيز حارس بيترو اتليكو اللي هو كان 715 دقيقه كاعلى رقم مسجل في دوري ابطال افريقيا الحارس واحد. اوكي، فان شاء الله ان شاء الله نكسر الرقم دوت بقى بتاع الحارس مميش حارس الترجي ب 732 دقيقه. فيعتبر طبعا الحراس هم سر التالق وسر الوصول. مميش وشوبير عاملين حاله كبيره قوي في البطوله السنه دي خصوصا مع صغر سنهم، والاثنين ولاد حراس مرمى والاثنين ما كانش متوقع ان هم يكونوا موجودين اصلا في في البطوله او يشاركوا، مع ذلك هم نجوم البطوله. يعني ارقامهم الاثنين الحقيقه ممتازه، ويمكن في تفوق الحقيقه لمصطفى شوبير جدا في انما ده ما يمنعش ان امان الله مميش عامل بطوله عظيمه. يعني هو لعب 6 مباريات في البطوله لحد دلوقتي، طلع ب5 كلين شيت، استقبل 3 اهداف كلهم كانوا في مباراه واحده، اتعرض ل 14 محاوله صحيحه على المرمى وصد منهم 12 محاوله. ممتاز جدا في الكرات الطويله بالمناسبه، بيعمل يعني نسبه كرات طويله عنده 41% من حارس مرمى، اظن دي نسبه ممتازه. شوبير لعب 5 مباريات 5 كلين شيت، الله أكبر. يعني عدد محاولات الصحيحة اللي تلقاها 24 محاولة، فعمل 24 تصدي، فأرقام الحقيقة عظيمة جدا. دقة التمرير عنده برضو ممتازة سواء في القصير أو في الطويل، في القصير نسبة 100%، في الطويل 35%، أقل شوية من مميش. نما على مستوى التصديات هو عامل تصديات، أعلى معدل تصديات في البطولة. في 2 حراس مرمى صغار في السن، كانوا الناس كان في حاله هجوم كبيره عليهم اول ما بداوا يشاركوا الاثنين، لان الاثنين ولاد حراس مرمى سابقين، فهتحطوا تحت بند ابناء العاملين، الا انهم لما شاركوا اثبتوا تفوق كبير. نتمنى ان تفوق مصطفى شوبير يستمر في الماتشين الجايين، وان شاء الله البطوله تكون من نصيبنا. يعني يا رب ان شاء الله، لانه نتمنى، لانه كلنا ننتظر يوم 25 ان شاء الله تبقى حاجة حلوة. 18 بطولة للنادي الأهلي يا أحمد حتى الآن في الأربع ألعاب الجماعية، عشان نروح بقى لمباراة الإسماعيلي في الأربع ألعاب الجماعية. وفي نفس الوقت عندما تنظر إلى مجلس الإدارة، بتشوف في مجلس الإدارة اللي بتشوفه في الفرق، روح الجماعة موجودة وروح الفانيلا الحمر. طبعا نجاح كبير جدا للنادي الأهلي السنة دي في ألعاب الصالات. أنت بتتكلم في 18 بطولة منهم 16 في ألعاب الصالات واثنين في القدم، نجاح كبير جدا. الجميل كمان روح الجماعه، روح الجماعه دي موجوده في مجلس الاداره كله، وبصراحه حاجه محترمه منهم. حتى كابتن محمود الخطيب في بعض الاوقات ما تلاقوش بيظهر، في كل الاوقات تلاقيه بيظهر بس في وقت الشده. يعني مثلا يوم الاهلي مدينه نصر لما خسرنا من الزمالك تلاقيه تاني يوم موجود اهو، تاني يوم اهو تلاقيه موجود فين؟ في اهلي مدينه نصر. في وقت الانتصار مش هتلاقيه، وقت الفوز مش هتلاقيه في كل الحفلات هتلاقيه موجود، لكن وقت الشده هتلاقيه موجود. وقت برضو ملف الطايره، فاكر لما خسرنا الطايره السنه اللي فاتت وقعد مع الرجال، برضو السنه دي اخد الرباعيه. برضو في السيدات لما خسرنا في السيدات شوط او ماتشين، كان اتنين كان 1-1 وكنا محتاجين نكسب الزمالك، في الماتش الاخير قعد معاهم وهداهم وازاي. وبعدين وقت الشده بتلاقيه موجود. روح الجماعه بشكل عام بصراحه في مجلس الاداره، فيحسب بصراحه للنادي الاهلي برضو التطوير، وكل التحيه برضو للكابتن خالد العوضي على الملف اللي بيديره ده. طيب برضو قبل ما نروح لمباراه الاهلي والاسماعيلي، نجاح العاب الصالات هذا الموسم حتى هذه اللحظه بشكل كبير يا صقر، واستمرار عظيم للي كان بيحصل من الموسم اللي فات. طبعا الحقيقه سيطره كبيره جدا على البطولات، وملف يعني كل التحيه فيه الكابتن خالد العوضي والمجلس الاداره والمرحوم العمري فاروق اللي عمل الحقيقه افورت كبير قوي الله يرحمه في الملف ده. فاحنا بنحصد انجازات او بنحصد اللي اتزرع بشكل صحيح على مدار الفتره اللي فاتت، تالق وسيطره كبيره مستحقه الحقيقه. بنستعيد عرش الطايره مره ثانيه، ودي حاجه احنا كنا متعودين عليها. اللي حصل قبل كده في الفتره البسيطه اللي فاتت كانت استثناء، لكن بنرجع لوضعنا الطبيعي. العاب الصالات
النادي الأهلي بيحقق فيها إنجازات عظيمة على مدار التاريخ، حتى لو كان حصل تراجع في بعض الأوقات، لكن الطبيعي أن دي تكون مكانة النادي الأهلي دايما. إن شاء الله البطولات لسه ما خلصتش، وإن شاء الله هنحصد كؤوس تانية ويبقى عندنا حلقة كبيرة زي السنة اللي فاتت فيها كل البطولات، بس يا رب نلاقي لهم مكان. السنة اللي فاتت ما قدرناش نحط كل الكاسات لو تفتكر، على عشان الشاشة يعني الكاميرات ما كانتش هتجيب كل المشهد، فإن شاء الله السنة دي نتصور صور تانية بنفس الشكل يا رب إن شاء الله، ويكون لنادي الأهلي الغلبة فيه إن شاء الله. إن شاء الله نستطيع أن نفوز بكل البطولات، إحنا كده طمعين طمعين في إن إحنا ناخد بطولات دائما بمثل هذا الشكل. الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه مباراة بكرة، مباراة مهمة، مباراة كلاسيكية كبيرة ما بين الكبيرين الأهلي والإسماعيلي. أبدأ بك يا أحمد، مقارنة ما بين الأرقام الناديين الكبيرين الأهلي والإسماعيلي. طبعا نبدأ أرقام النادي الأهلي والإسماعيلي في الدوري. النادي الإسماعيلي لعب 19 مباراة السنة دي، كسب 4 وده رقم قليل جدا، كسب 4 اتعادل 7 خسر 8 من 19. والنادي الأهلي لعب 11 كسب 6 اتعادل 3 خسر 2. سجل اهداف النادي الاهلي مسجل 24 جون في 11 ماتش، الاسماعيلي مسجل 18 جون نسبه قليله قوي في 19 مباراه. استقبل اهداف النادي الاسماعيلي دخل فيه 22 جون في 19 ماتش. النادي الاهلي استقبل 13 جون في 11 ماتش، وده رقم مش حلو بالنسبه للنادي الاهلي برضه. ان انا استقبل 13، انا السنه اللي فاتت كلها مستقبل في الدوري 13 جون، فنتمنى ان الاربع ماتشات الجايين في الدوري ما نستقبلش اهداف، لان الفرقه اللي بتاخد الدوري هي الفرقه اللي بتحافظ على نظافه شباكها. ده اهم واخطر رقم. الرقم ده الرقم الوحيد اللي مش عاجبني في ارقام النادي الاهلي بصراحه. ان انا ما ينفعش اكررها تاني، ما ينفعش ان انا استقبل 13 جون. لازم اشوف ايه الاخطاء الدفاعيه الموجوده واعالجها في الرقم ده تحديدا. نيجي نحافظ على نظافه شباكه. النادي الاهلي 3 ماتشات بس من 11، والنادي الاسماعيلي 3 ماتشات من 19. وده رقم يأكد ان النادي الاسماعيلي بيعاني من مشاكل دفاعيه كبيره. 3 ماتشات بس من 19 ماتش. الاستحواذ هتلاقي ان رقم كبير للاسماعيلي، وصل ل 56%، فده دليل على طريقه الكابتن ايهاب جلال. النادي الاهلي طبعا 59.5 يعني 60%. معدل المحاولات برضو الفرقتين كورتهم هجوميه، يعني النادي الاسماعيلي لما يعمل 12 و3 بيأكد، رغم ان الفرقه بتنافس على الهبوط او في المراكز المتاخره في الجدول، الا ان هي بتلعب بكره هجوميه وعندها استحواذ كويس. صحيح. النادي الاهلي 15.6، الرقم ده برده كويس، دليل ان الفرقه بتلعب بكره هجوميه. لكن الارقام بتقول ايه؟ بتقول ان الفرقتين عندهم بعض الاخطاء الدفاعيه. ليه؟ النادي الاسماعيلي مستقبل 22 جون في 19 ماتش، النادي الاسماعيلي مستقبل ما حافظش على نظافه شباكه غير 3 ماتشات بس من 19. برضه نخش على التشكيل، التشكيل المتوقع بكره للاسماعيلي، وايه الفكر بتاع الكابتن ايهاب جلال. يمكن في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، وده واخد حارس الشهر في الشهر اللي فات بتصويت الجمهور. يعني الارقام اللي انت عرضتها كانت يعني توضح قد ايه احمد عادل عامل موسم ممتاز. يعني الاسماعيلي مستقبل 22 هدف السنه دي، رغم انه فعليا كان المفروض يستقبل حوالي 48 هدف، فمعدل تصديات كبير. بالظبط، فمعدل تصديات كبير الحقيقه لاحمد عادل عبد المنعم، عامل موسم مميز جدا، والى حد كبير هو من العوامل اللي مخليه الاسماعيلي لحد دلوقتي عنده امل انه يكمل. رغم سوء حاله الدفاع بتاعه نادي الاسماعيلي، انما هو الحقيقه عامل على المستوى الفردي مقدم اداء ممتاز جدا يعني. طيب زي التشكيل. التشكيل يعني تشكيل نادي الاسماعيلي المتوقع وابرز لعيبه نادي الاسماعيلي. هو التشكيل الاسماعيلي مش هيختلف عن كده، بس هو في مركز راس الحربه هم عندهم مشكله في راس الحربه واضحه. في حراسه المرمى احمد عادل عبد المنعم، الاثنين المساكين محمد نصر ومحمد دسوقي، حمدي النكاز باك رايت، وحاتم سكر باك ليفت. الثلاثه اللي في وسط الملعب هشام محمد، محمد بيومي، محمد مخلوف. دول الثلاثه اللي في وسط الملعب. ممكن تفكر مثلا ان كابتن ايهاب جلال في بعض الماتشات قدام النادي الاهلي بيلعب بثلاثة ورا، هل هو عنده مساك ثالث اصلا يحطه؟ ما عندوش. بعد كمان بيع اياد العسقلاني في روسيا، وبالتالي ما عندكش غير محمد نصر ومحمد دسوقي، فده الاقرب. نيجي الثلاثه اللي قدام، عبد الرحمن مجدي واحمد الشيخ ونادر فرج. هو بيلعب احمد الشيخ كراس حربه يعني وهمي، بس في لعيب برضه احنا يعني ممكن نقوله، لان احنا ممكن يخش، اللي هو عمر الساعي. وعمر الساعي بيلعب، عمر الساعي ده احسن لعيب في الاسماعيلي مع عبد الرحمن مجدي. صحيح.
عمر الساعي برضو ممكن من اللعيبه اللي هي لو حب يهاجم يدخله مثلا مكان محمد بيومي او محمد مخلوف، صحيح، يكتفي بواحد فيهم او يطلع حمدي اللي هو الباك رايت، يطلعه ويودي محمد بيومي باك رايت ويدخل عمر الساعي. الثلاثه اللي قدام عبد الرحمن مجدي ناحيه اليمين مفيش خلاف عليه ان هو هيبقى موجود، صحيح. نادر فرج برضو ناحيه الشمال مفيش خلاف عليه. الفكره في راس الحربه، هو امبارح دخل خالد النبريسي اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو المهاجم الفلسطيني اللي هو مواليد 2003، اول مره يتواجد في قائمه الاسماعيلي السنه دي، فهل ممكن يبدا بيه؟ ما هو مواليد 2003، في باسم مرسي كمان، وفي باسم مرسي برضه كان مستبعد لفتره طويله وضمه لقائمه المباراه دي الاول، فهل هيخلي مثلا الشيخ ورقه ويبدا بباسم مرسي او خالد النبريس واحد فيهم ويحط عبد الرحمن مجدي ونادر فرج، ولا يحط احمد الشيخ راس حربه زي الماتش اللي فات، خاصه ان احمد الشيخ جاب له جونين؟ يعني احمد الشيخ لما بينزل بديل، احمد الشيخ احنا معانا ارقامه، معانا ان الحقيقه من ساعه ما رجع من ال، انا عايزك برضو تتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه في النادي الاسماعيلي. يعني خلينا نتكلم في نقاط القوه اكتر. هي الفرقه دفاعيا طبعا عندها مشاكل كبيره، احنا استعرضنا في الارقام ان هم تلقوا 22 هدف وكانوا المفروض يتلقوا حوالي 48 هدف. احمد عادل عبد المنعم شايلهم بشكل كبير، انما دفاعيا هم ما عندهمش اي تفوق. على الصعيد الهجومي بيخلقوا فرص كتير لكن معدل التهديف قليل، لان ما فيش مهاجم عندهم، الاسماعيلي ما عندوش فرود يعتمد عليه معظم الموسم، فبالتالي الارقام بتاعت يعني او ترجمه الفرص دي فيها نقطه ضعف كبيره عند النادي الاسماعيلي. احمد الشيخ واحد من اهم لاعبي الاسماعيلي في الفتره الاخيره الحقيقه، في من ساعه ما انضم للنادي الاسماعيلي هو لعب 5 مباريات، عدد دقائق قليل لانه كان بينزل كبديل، سجل هدفين من فرصة واحدة متوقعة، يعني كان عنده فرصة حقيقية واحدة للتسجيل لكن هو فعليا سجل هدفين، وده طبعا رقم كويس جدا. عمل بس 5 محاولات على المرمى في الوقت القليل اللي هو شارك فيه، منهم 2 صحيحة، صنع أهداف، صنع هدف وحصل على ركلة جزاء، فهو فعليا شارك أو ساهم في حوالي 4 أهداف للنادي الإسماعيلي في الوقت القليل اللي هو شارك فيه، فهو كان ورقة رابحة للإسماعيلي كبيرة في المباريات الأخيرة. من اللعيبة الثانية برضو اللي الإسماعيلي بيعتمد عليها بشكل كبير طبعا عبد الرحمن مجدي، وبرضو معانا أرقامه لو نستعرضها. أحمد الشيخ كمان في مراوغات عنده نسبة مراوغات عالية جدا. عبد الرحمن مجدي طبعا لعب أغلب مباريات الموسم، لعب 17 مباراة، سجل 3، و محاولاته على المرمى كانت 51 محاولة على المرمى، منهم 19 محاولة ناجحة، صنع هدفين وصنع عدد فرص الحقيقة كبيرة جدا لكن لم تترجم إلى أهداف، 37 فرصة صنعها لزمايله. مش بيعتمد كتير على العرضيات، مراوغاته نسبتها كويسة جدا عالية الحقيقة، عامل 53 مراوغة منهم 33 مراوغة صحيحة. اللاعب الثالث برضو احمد اتكلم عليه اللي هو عمر الساعي، برضو معانا ارقامه، لعيب صغير عنده 21 سنه، عمر الساعي ده لعيب كويس قوي، يعني بوتنشال جدا الحقيقه. لعب 17 مباراه لحد دلوقتي، سجل 2 وصنع 2، كان المفروض يسجل 6 اهداف لكن هو فعليا سجل 2 بس. صناعه الفرص، صنع 20 فرصه لزمايله، ودقه تمريره 72%، كلاعب بيلعب دايما لقدام، فهي نسبه انا بشوف ان هي نسبه كويسه. عرضياته 22% نسبه العرضيات، عمل 27 عرضيه منهم 6 صح. مراوغاته 59% برضه نسبه كويسه، عمل 41 مراوغه منهم 24 صح. لاعب عنده 21 سنه، بالارقام دي بيقول ان هو لعيب بوتنشال وجاي، يعني اللعيب من اللعيبه الكويسه قوي. دول اميز الحقيقه، انا بشوف ان هم اميز 3 في الاسماعيلي في الموسم ده او في الفتره الاخيره تحديدا. يعني بص على رقم صناعه الفرص كمان، هات الاحصائيه، رقم 20 فرصه 20 انا قلت 20 بيلعب 8 بيلعب 8 واصلا، وكمان هو اصلا جناح يعني، فهو يعني متوظف 8، فهو الحقيقه لعيب كان بيلعب في المنتخب الاولمبي او منتخب الشباب الاول، كان بيلعب جناح، وبعد كده الكابتن ايهاب جلال لما وظفه في 8 بقى بيزيد. حتى لو جبنا هات الابرز في الاسماعيلي، احصائيات الابرز في الاسماعيلي معانا صور فيها الابرز، اتفضل، هتلاقي فيها التكمله لكلامك برده، هتلاقي ان هو برده هم احسن 2 لعيبه السنه دي، عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. اوكي، يمكن هداف الفرقه عبد الرحمن مجدي، جايب 3 اجوان، الاكثر صناعه للاهداف عمر الساعي ونادر فرج اللي هو الوينج الشمال، 2 اسيست و2 اسيست. مين اكتر لاعب بيروح على الجون في الاسماعيلي؟ عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. عمر الساعي رغم ان هو 8 لان هو بيروح على الجون كتير. عبد الرحمن بيروح تقريبا 3 محاولات في الماتش الواحد، عمر الساعي محاولتين. هات الصوره اللي بعدها، ده برضو مين اللي بيصنع فرص كتير عندهم؟ هتلاقي عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي. عبد الرحمن مجدي بيصنع اكتر من فرصتين في الماتش، عمر الساعي تقريبا فرصه ونص.
المراوغات. عبد الرحمن مجدي من اكتر اللعيبه في الدوري اللي عامله مراوغات، صحيح عامل موسم كويس بس مش ظاهر عشان يمكن حاله الفرقه، حاله الفرقه مش مساعده قوي، وبعدين خبره يعني ده مع مع تغيير مركز جوان كتير. عبد الرحمن كبر برضه يعني، احنا على طول دايما نقول صغير، لا هو كبر 25 او 27 سنه حاجه كده. هو كان في المنتخب الاولمبي من قريب، هو مشكلته كمان ما بيجيبش جوان كتير. اوكي يعني هو انت هتلاقي ارقامه هتلاقي ارقامه كلها مراوغات، صناعه فرص، محاولات، بس هتلاقيه جايب كام جون؟ انت لسه كنت عارض الاحصائيه، ثلاثة اهداف صنع هدفين بس، هو على مستوى الصناعه هو صنع 20 فرص. أوكي. فهو صنع رقم كبير، لكن لان ما فيش مهاجم جيد في الاسماعيلي او ما فيش مهاجم اصلا، فلم تترجم اغلب الفرص دي لاهداف. لكن يبقى هو اهم لعيب في الاسماعيلي، ومعاه عمر الساعي زي ما قلنا، رغم ان هو تحول من جناح للاعب 8 وبيلعب سنه صغير، ما عندوش الخبرات الكبيره، انما بيقدم موسم هايل. مع دخول احمد الشيخ الحقيقه قدم لهم اضافه كبيره في الماتشات او في الخمس ماتشات اللي فاتوا دول، قدم اضافه كبيره كبديل للنادي الاسماعيلي، بديل مهم يعني. وايريك تراوري، ايريك تراوري مش هنشوفه تقريبا، ايريك تراوري في حالته في الاسماعيلي يعني ما شفته مش في حالته خالص، بعيد ايريك تراوري، بس هو يظل لعيب كويس الحقيقه. بس يعني فتره من الفترات في المقصه كان بيقدم، وانتقاله بعد كده بيراميدز كان بيقدم مواسم كويسه قوي في الدوري، وفجاه ابتعد كده بلا سبب وعاد، ولسه ما شفناش منه بقى اي حاجه تانية. طيب اخد برضو رايكم اخيرا في تشكيل النادي الاهلي اللي من وجهه نظركم يكون موجود بكره. انا شايف ان احنا نبدا طبعا بالاساسيين، بتحاول ان انت تخلص المباراه من بدري، يعني اللعيبه اللي هي اللي رجليها في الملعب، يعني مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، عمر كمال ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، الثلاثه اللي في النص ان شاء الله نتمنى عوده مروان عطيه، يبقى مروان عطيه وامام عاشور واكرم توفيق. شوف ان اكرم عودته مكسب كبير قوي في وسط الملعب، فانا احاول اثبته واكسبه عشان هحتاجه لما اروح رادس. اكرم في الحته دي ومعاه مروان عطيه عودته مهمه قوي، وامام عاشور اللي رجع الماتش الثاني يعني الشوط الثاني المره اللي فاتت عمل بري اسيست وعمل اسيست. فالثلاثه في وسط الملعب انا بشوف ان الثلاثه دول هايلين، وان شاء الله انا انتظر عوده اليو ديانج في الماتشات اللي بعدها. الثلاثه اللي قدام هيبقى ممكن حسين الشحات او رضا سليم او احمد عبد القادر وحسين الشحات مثلا او رضا سليم، اي حد من الثلاثه دول يختار منهم اثنين، وقدام وسام ابو علي او كهربا صبري. يعني مش هختلف كتير، شوبير طبعا، متولي وربيعه ومعلول اظن ان هو ممكن يدي متولي ولا منعم؟ منعم منعم وربيعه ومعلول. بشوف ان هو ممكن يدي بكره عمر كمال ويريح محمد هاني، يعني اعتقد ان هو ممكن يبدا كده. مروان، عوده مروان، اكرم طبعا لازم يستمر في الملعب، عوده امام، فالثلاثه دول انا بشوف ان هم يعني الاولى ان هم يبداوا بكره على الاقل بالنسبه لي يعني. تاو عبد القادر، و إذا كانت حالة أسامة أبو علي فهتبقى مفاضلة بينه وبين كهربا، لو الكدمة ممكن حب يريحه، فأظن أن كهربا هو اللي ممكن بكرة يكون موجود. أيا كان مين اللي هيبدأ فيهم، أتمنى أشوف التاني لبعض الوقت في المباراة، أتمنى أشوف محمود متولي لبعض الوقت في المباراة، لأن عودة متولي الحقيقة هتفرق معنا كتير دفاع، سواء على مستوى المساكين أو حتى نص الملعب. متولي لعيب كبير قوي، والحقيقة الإصابات عطلته كتير يعني. عموما نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا صبري على وجودك معنا. شكرا كابتن، انا بشكرك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله ما تنسوش بكره مباراه النادي الاهلي في تمام الساعه 7 قبل المباراه بساعتين بالاستوديو التحليلي لهذه المباراه وكواليس كل ما يحدث ما قبل بدايه المباراه وما بعد نهايه هذه المباراه. كل التوفيق للكبيرين النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي، وكل التوفيق أيضا للنادي الأهلي الذي ويستطيع أن يفوز في هذه المباراة ويحصد 3 نقاط تكون في طريق عودته مرة أخرى لصدارة الدوري العام المصري. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقة جديدة من البيت الكبير.